اشتقت لشغلي يعني، وحبيت الشغل بالنرويج، اشتقت لاصدقائي، اشتقت لابن عمي اللي هو عبد الكريم اللي هو الصديق المخلص لي، وطبعا اشتقت لمدرستي، انه انا بحب المدرسه كثير، بحب الدراسه. اللي عجبني بالنرويج اكثر شيء انه في احترام كثير للدراسه، فانا هذا الاحترام ما شفته ببلدي. طبعا لازم احكي اللي بقلبي، يعني انه انا شفت الاساتذه كثير عنا ظالمين بسوريا، وشفت الحنيه والاخلاص بالنرويج طبعا عن الدراسه وعن كل شيء وعن الاحترام، انه شلون برغبوك وبعلموك انه انت لازم تتعلم اللغه مشان تعرف تحكي مع الناس، واللغه هي مفتاح البلد طبعا. بالمانيا نفس كذلك؟ بالمانيا اخي، هون الاخ عايش بالمانيا لازم يحكي لنا. تفضل اخي رجل. المانيا بروستي از كونم سره وشي الماني جوارا بيجم. المانيا جبو كاسي بانابر ديجيني المانيا لاجئ بي هر خزمتي واندكن جيالي تختر دا جيالي زانبيني زمان دا جيالي شغل كار خبات دا بيجن انساني كار و خبات نكي هب انسانا مش كي وين نخش. ألمانيا يقول إنسان إذا ما تعلم لغة وما اشتغل هذا في مشكلة براسه مرضان. إنسان لألمانيا دبي ألماني مدرسة زمان ألماني شبغيشين دوج ألي كاردكي ببرا تدعلمين صالك دو جبوتك هاري كار بكي تبرا قزانشكي تخاني بكري تسيارة بكري. ولات ألمانيا پر ولاتك زنجينة پر ألي كاري ولا پاریز آده که پنبر آده که و هم دخوازن هف ولات یونانه جی و ببی چینکه ولات که خوش براستی هم گناه هم برد کهون نحن نقهر علو وطن یونان و اسینا حابین یصیر مثل نرویج مثل المانیا مثل دول اسکندنافیه. نعم یصیر مثلون. بس اخی رازان رايد اجاوبك على سؤالك انه شعب مرضان انه اذا ما تعلموا هذا. نعم نحن بالنرويج ما عندنا شيء اسمه انسان مرضان. نعم كل انسان حتى ما في انسان مرضان. نعم. ضمن الاحترام، ضمن كل شيء، ضمن المعاملة الطيبة. نعم. كل شيء بيجي والعلم بيجي. ما في عنا شيء بالنرويج إنسان مرضان. نعم. يعني إنه ممكن شغلات مختلفة. نحن من ضمن الدول الاسكندنافية عايشين بالنرويج، مستحيل تحسن بتقول إنه إنسان مرضان، كله متعلم. اثنين أتحشون بعض. كله متعلم بالنهاية. نعم. العلم قدامك والعلم تحسن. تحسن تخلي مين ما بدك يحكي بس بطريقتك. صح اسنانك. اهم شيء انه ما في